عزوزة شو؟ عزوزة شو؟ عزوزة ما يهمها قرص. اش صار؟ خرجنا من الدار مع الخمسة غير ربعة بالضبط هكاكا باش نمشيو لل بسيش سميو ماشيين للموزايك باش نوصل وسيم عنده شلة أمين. به الدار معناها البعيدة على المركز حكاية 15 مترو معناها جيران فهمت. خرجنا السيد هذايا للعون لابس معناها زي مدني سيفيل شد دوكي وركي في يده وقفنا بطاقة تعريف برمي مد الوسيم بطاقة تعريف برمي قال لي وانت قلت له انا راني بطاقة تعريف ضايع عطيته البرمي وعطيته الكارت بريس به قال لي بطاقة تعريف قلت لك ضايع تفضلوا معنا المركز سكننا الكريبة وتخلنا تلقى كارت بريس موزايك كارت بريس لا والله الوسيم ما مدلوش كارت بريس به دخلنا للمركز السيد عطاه بالظهر الوسيم قال له اسمك ولقبك واسم امك واسم جدك واسم بوك جميع كل قال له وسيمك في يدك بطاقة تعريف معناه اللي باش نقوله لك زايد عطاه بالظهر رميل الوحدة بطاقة تعريف قال له ليه مل علي وعطاه بالظهر به حتى لتو متفاهمي عاود وسيم وسع باله قال له محمد وسيم بن كذا بن كذا بن كذا به وانت قلت له وينك كنترول سي كنترول في نحي وسيم وحط سلي فرد بو فرد جد كيف معنا وفردش بيه فيها فردش بيه به قيد ورقة بيضة نص ورقة وانت يا شاب شوية هاي خير أنا حتى اليونيتي أنا ماخذها واسعة شوية به قيد السيد في الورقة قال له وسيم انت وقتاش مولود باقي السيد في يده معنا بطاقة تعريف قال له وسيم ان شاء الله كان كتب ربي معناها من مواليد 86 وانت قال قلت له انا 91 لا يعطيني الدات كاملة قلت به عنده الحق قلت انا بطاقة تعريفي مش موجود مليت عليه هيك وهبط رئيس المركز قال شبيكم لباس الولاد قلنا له هو السيد معناها يحب يتبع للخ قالوا يا سيد ميغال وخوه هذوما راهو جيراننا يسكنوا بعدين لا قالوا انا نعرف ميغال لا ميغال ونعرف شيء برا قال وسيم جيب لي كارت جريس مشي وسيم كهرباء جيب الكارت جريس على دخلت له واحد شد رئيس المركز الاوراق قال له وسيم برا تفضل هز خوك وبرا قصدوا ربي وسيم معناها ديجا قريب الخمسه وقتها ديجا باش نبدا الميسيون تاع وسيم قالوا لي السيد يحب يعطلني خلينا نقعد وخلينا نتبعوه قالوا انا مستعد نقعد معك للسبعه اليوم ما عندي حتى مشكل كي احنا خارجين خلطت السيد قال كلمه زايده وسيم فهمت ما نعرفش انا علاش كبرت الحكايه هكايا لا معناها واش عنده السيد في مخه علاش معناها احنا بالذات وعلاش وحل بالذات مع وسيم ترقى بعض ساعات زاد فما امنيين يقول لك حقرني خاطر هو معروف مشهور معناها ليش حقروا احنا متعدين في الرومبوان احنا متعدين في الرومبوان ما ريناهش السيد دابا انا متعدي معناها عباد في الشارع معناها ما نجمش نفرق بين السيد هذاك بوليس ولا قلت لك لابس سيفيل لا معناها كي كلمكم وقال هات الاوراق يمكن حس اللي معناها تكبرتوا عليه نو فيش كبر عليه عادي معناها كونترول عادي وسيم قال كلمه برك وبتربيه معناها قالوا مد لي الاوراق البيرمي بطاقه تعريف مد له الاوراق وسيم قال له برحمه بوك قال له معلم ازرب شويه راه عندي اونتي يمكن هذيك هي اللي معناها لا بروفوكي سامحني تو شو معناها انت لا مش يخدم انت معطله انت معطله سيد وحتى كان مش يخدم انت كي باش تاخذ تعمل التحرير تاعك باش تشوف السيد هذا ريشيرشي ولا تدخل فيه المركز لواش هز الاوراق اضرب ساعه ميسير شق تشوف اضرب على السيستم شوفوا كان ريشيرشي متفاهمين اما انت السيد دخل فينا المركز بنصيف ومن بعد يزيد يقول له هاك سلكتها علاش قال سلكتها قالوا علاش بكش انا رهيبي جيتك ولا نسرق باهي كيفاش سلكتوها فينا الماء كيفاش سلكناها خرجنا من بعد جاء رئيس المركز قالوا يدي سايب الاولاد راهم جيراننا اقصد ربي مي قالوا برا هز خوك اقصد ربي وخرجنا